السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام. احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرانها داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضر عقد القران عدد من الأصدقاء والأقارب، وأقيم الحفل في جو عائلي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر صورا وفيديو لهاجر أحمد من حفل عقد قرانها. الجدير بالذكر أن هاجر أحمد تشارك في فيلم زومبي على جنب المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع، حمد المرغني، أشرف عبد الباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شريف، شيماء سيف، محمد أتاكة، عرفة عبد الرسول، ومحمد محمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.